الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورددناك إلى أمك كي تقر عنها ولا تحزن. إننا إذ نتواجد هنا في هذه الوقفة لنذمن فخامة الرئيس محمد العبد العزيز مع قضية لتعاطيه مع قضيتنا وقضية الوطن والتعليمات التي أعطاه للدبلوماسية الوطنية من أجل مواصلة إعادة ابننا وابن موريتانيا رشيد مصطفى. ونطالب سيادة الرئيس محمد العبد العزيز ببذل المزيد من العمل السريع، ونؤكد لمحبي رشيد مصطفى وأصدقائه توصلنا لمعلومات تؤكد حياة رشيد مصطفى ووجوده داخل السجن العنصرية قيد الاعتقال القسري. كما نؤكد أننا عائلة رشيد مصطفى وأصدقائه ومحبيه لمستمرون في تمويل وقفاتنا السلمية وبطريقة حضارية حتى عودة رشيد مصطفى سالما ومعافى. ونوجه الشكر هنا الجزيل لكل أبناء الوطن والصحافة والحقوقيين الذين التحموا معنا تضامنا ومؤازرة لقضيتنا. أختكم تسلم مصطفى شقيقة رشيد مصطفى.